من أسئلة الكتاب شابتر 6 كويتشن 38 بيقول أسكست 2 كيلو جرام ترامبولين أرتست جامبز أبورد from the top of a platform with a vertical speed of 4.5 meter per second. في البارت A بيسأل how fast يعني بيسأل عن السبيد is he going as he lands on the trampoline 2 meter below. بدأ من فوق لأعلى ب V1 equals 4.5 meter per second هيصعد لفوق وينزل لما يلمس البلاتفورم بيسألني عن الـ V2. في البارت B if the trampoline behaves like a spring of a spring constant 5.8 times 10 to the power 4 newton per meter how far down does he depress it هيضغطها قد ايه. هنعتبر الترامبولين بلاتفورم as a spring هتنضغط بمسافة ولتكن X مطلوب حسابها. نطبق الـ conservation of energy between الـ position 1 والـ position 2 للـ part A. الـ kinetic energy في الـ position 1 مع الـ potential energy plus الـ work between 1 and 2 equals the kinetic energy في الـ position 2 مع الـ potential energy في الـ position 2. Kinetic energy عبارة عن نص M في الـ V1 squared. الـ potential energy مفيش spring لا في الحالة في الـ stage 1 ولا في الـ stage 2 لسه ما انضغطش الـ platform ففقط الارتفاع اللي هو MGH1 مفيش لا فورس ولا فريكشن ولا اير ريزيستنس وبالتالي الورك المبذول زيرو هاف ام في 2 سكوير الفي 2 مطلوبه والبوتنشال انرجي ام جي اتش 2 وهنعتبر ان الاتش ايكوالز زيرو عند سطح البلاتفورم. نعوض بالارقام هيبقى نص 62 الـ V1 4.5 62 9.8 الارتفاع او نقول الفرق بين البلاتفورم وبداية الجامبينج 2 متر half 62 V2 سكوير بلس 0 لان الـ H2 بزيرو وبالتالي كل الترم هيبقى 0. لو حسبنا الـ left term انا بحسب بالآلة 62 9.8 في 2 طلع معايا الـ left term 1843 جولز equals 31 V2 سكوير. إذن الـ V2 equals هقسم على 31 واخد سكوير روت للأنسر طلع 7.71 متر بير سكند. ده البارت A. في البارت B هنطبق بين الـ position 1 وبعد انضغاط البلاتفورم نفس القانون هيكون عندنا half m v1 squared plus m g h1 plus ال x اللي هيحصل لها compression لان البداية من 2 متر above the platform ولكن النهاية تحت البلاتفورم بمسافة x وبالتالي التوتال هايت اللي هينزله الارتست اللي هو H1 اللي 2 متر بلس الX مفيش ورك نص MV نسميها
3 مثلا سكوير بلس ام جي اتش 3، المرة دي في سبرينج، فنص كي اكس سكوير. احنا اعتبرنا في الحالة الثانية هنا الاتش بصفر او الاتش داش مثلا بزيرو، يبقى في البارت ايه اعتبرت البلاتفورم هو الزيرو هايت بالنسبة لي، في البارت بي اعتبرت بعد الكمبريشن الزيرو هايت هو بعد الانضغاط وسكون الارتست تماما، يعني عند وصول السرعة لزيرو، وبالتالي ال H3 بزيرو، ال V3 هيتوقف تماما بعد عمل كومبريشن للبلاتفورم، اذا هاف فيسكستي 2 في 4.5 سكوير بلس 62 9.8 في 2 بلس اكس equals half the spring constant 5.8 times 10 to the power 4 في الx square. إذن الجزء اللي على اليسار نفس اللي حسبناه 1843 ولكن بلس 62 تايمز 9.8 608x، وهيجيها ماينس 2.9 تايمز 10 تو ذا باور 4x سكوير ايكوال 0. نعدلها عشان نحلها بالآلة، 2.9 تايمز 10 تو ذا باور 4x سكوير ماينس 608x ماينس 1843 equals 0. نحلها بالآلة، عارفين طبعا تستخدموا الآلة، اللي مش عارف يبعت لي على الخاص، هبعت له فيديو ازاي استخدم الآلة، ازاي هنعمل solving مود 5 3، وهقول وانا بحل مود 5 3 دي quadratic equation، هقول 2.9 times 10 to the power 4 ودوس equals negative 608 ودوس equals negative 1843 ودوس equals، وكمان مرة equals هيطلع لي ال x equals 0.262 متر، وطبعا إجابة positive مقبولة، ولو دوست كمان مرة هيطلع لي نيجاتيف 0.242، وطبعا دي مرفوضة. ليه؟ لان احنا اعتبرنا الاكس قيمة، يعني الانضغاط كله اعتبرناه قيمة اسمها اكس، نتعامل مع القيمة الماجنتيوت وليس اتجاهات، اعتبرنا الزيرو بعد الانضغاط وبالتالي الاكس فوق الانضغاط، وبالتالي هي قيمة موجبة وليست قيمة سالبة، لذلك نقبل القيمة الموجبة ونرفض القيمة السالبة.